البيت في كل بيت عربي. شو رائع بالموضوع، الحكم ما وقف المباراة مع أن حبيب انسدح على الأرض على جنب. تذكر هذه صارت في روبي لولا بالضبط مع بن أسكر. بس هو الجميل تنسدح على الأرض وتطلع مرة ثانية. الآن تفاداها حبيب، بالعكس محاولة خلق، لكن دفاع جميل من بوريه. حبيب يحاول يسيطر على بوريه ويحاول يخلي بوريه يعطيه الخنق، هو مو قاعد يروح حق الخنق غصب، يحاول يخلي بوريه يروح صوب الإيد اليمين. لبسك حبيب نور محمد يدافع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي ويوحد لقب الوزن الخفيف، يهزم داستن بوريه، يخضع بالإخضاع، يحضن دينا وايت. يا سلام على هذه اللقطات الجميلة خارج الأوكتاغون. مشكلة حبيب عند اليو اف سي انه